تحية لكم، السلام عليكم، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل ممثلين عن جمعيات ذات منفعة عامة وجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية المستهلك ضمن المشاورات التي يجريها مع ممثلي المجتمع المدني. رئيس مجلس الأمة يثمن قرارات المجلس الأعلى للأمن ويؤكد على أهمية المرحلة القادمة في بناء الجزائر الجديدة، داعيا إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. الفريق سعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية ويؤكد أهمية التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي ركان وينينكر، موقعي التجارب النووية الفرنسية. في عملية نوعية، المصالح الأمنية المشتركة للقطاع العسكري بتيبازا توقف 22 عنصراً قاموا باعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص. التكييف والتمهين مع متطلبات سوق العمل رهان بحث ديناميكية اقتصادية قوامها الاستثمار في العنصر البشري. ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة ضيفة النشرة الرئيسة. وتحسباً للشهر الفضيل، فضاءات للبيع لمجابهة احتكار السلع والمضاربة في الأسعار. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم. في المستهل استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر رئاسة الجمهورية استقبل ممثلين عن المجتمع المدني وهم على التوالي. ممثلو جمعيات ذات منفعة عامة، السيد عبد الرحمن حمزاوي القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، السيد حسين خليد رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ، ممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، السيد حيدر بو لبنان رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، السيد محمد علال رئيس الفيدرالية الوطنية للسم الجزائريين. ممثلو جمعيات حماية المستهلك، السيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السيد محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك والأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك وعضو المنظمة الدولية والمكتب الإفريقي لحماية المستهلك. تدخل هذه اللقاءات التي حضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج السيد نزيه برمضان، تدخل في إطار المشاورات التي يجريها السيد الرئيس مع ممثلي المجتمع المدني. وعقب الاستقبال أدلى ممثلو المجتمع المدني بتصريحات التالية. لقاءنا مع السيد رئيس الجمهورية كان لقاء صريحا إلى أبعد حد، كانت تسوده الشفافية والمصارحة، وتحدثنا على عدة نقاط. طبيعة الحال هو مساند للمجتمع المدني، واستقباله لنا كممثلين للمجتمع المدني دلالة ورمزية هامة على كل ما يوليه لهذه الشريحة من اهتمام. تناولنا أيضا بالمناسبة، وبما أننا على مقربة الشهر الكريم، عدة نقاط تخص المستهلك، من بينها دور المجتمع المدني في تقويم بعض الضوابط، خاصة منها التبذير، محاربة الغش، محاربة الاحتكار، وكذلك الدور المنوط بجمعية حماية المستهلك في حماية هذا المستهلك صحيا، نظرا لما نراه للأسف الشديد من غش وتدليس، وكذلك حملنا مسؤولية المساهمة في هذا الدور المهم، وهو دور يعني حقيقة يشرفنا، ودعم السيد الرئيس سوف يدفع بنا إلى الأمام لأجل
المساهمة أكثر ولأجل إعطاء أكثر للمجتمع لما فيه خير بلادي وخير العباد. اللقاء كان فرصة للتطرق للكثير من القضايا الوطنية الهامة، أهمها تعزيز الجبهة الداخلية وأيضا التحديات الراهنة، بالخصوص التحديات الخارجية، وأيضا تم تناول العديد من النقاط الهامة ومن بينها الدور المنتظر من المجتمع المدني في الحياة العامة خاصة في المرحلة الراهنة، وحيث أكد السيد الرئيس على تعزيز دور المجتمع المدني وأيضا تعزيز تمثيله في مختلف الهيئات وخاصة الهيئات المستحدثة كالمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب. أيضا تطرقنا إلى ربما بعض الانشغالات التي نريد إيصالها للسيد الرئيس على مستوى جمعياتنا وعلى مستوى الحركة الجمعوية بالخصوص. فككشافة إسلامية جزائرية تناولنا الدور الأساسي الذي تقوم به هذه المنظمة في التربية والتنشئة وخدمة قضايا الشباب وخدمة قضايا المجتمع والوطن، بحيث أكد السيد الرئيس بأنه سيتكفل بكل الانشغالات، انشغالات الكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا الحركة الجمعوية بصفة عامة في الوطن. فاللقاء كان جد إيجابي لرسم العديد من المعالم الهامة للحركة الجمعوية والمجتمع المدني في أخلاقات الحياة العامة والمساهمة في القضايا الوطنية الراهنة. عملنا اجتماع مع رئيس الجمهورية، فات جيد، نشكره كثير. قبل باش نفتحوا أكاديمية بلغة الإشارات، هذا فخر للأصم الجزائري وفخر للأصم العربي. إن شاء الله نشوفوا النتائج إن شاء الله. لقاءنا اليوم مع رئيس الجمهورية يعني لقاء مثمر، لقاء نلتمس فيه روح الدعم للمجتمع المدني، كذلك نلتمس فيه أنه المجتمع المدني أصبح له دور هام بالنسبة للسلطات العليا للبلاد، وهنا يندرج ضمن كل المبادرات الخيرة التي تخدم المجتمع المدني في إطار مبادئ وأسس للعلو بالوطن وهو الجزائر. احنا يعني كاتحاد وطني للأشخاص ذوي الإعاقة للمعوقين الجزائريين، هذه الدعوة اللي نعتبرها ربما رمزية كذلك إلى درجة كبيرة، بحيث لأول مرة يعني تشرك هذه الفئة في هكذا مشاورات، يعني هذا دليل ولا رسالة صريحة على مدى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذه الشريحة وعلى وبالدور التي يعني من الممكن أن تلعبه في عملية البناء وعملية التشييد للجزائر الجديدة. وقد أطلعنا الرئيس يعني السيد الرئيس الجمهورية على كل ربما الحيثيات يعني المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبالمتطلبات تاعهم، بتطلعاتهم، باهتماماتهم، بالكذلك ربما العراقيل التي الكثيرة التي تصادفنا في المجتمع. والحقيقة وجدنا عند السيد الرئيس يعني دراية بالموضوع واهتمام كبير، وحكينا بكل صراحة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتوسم الخير والكثير من هذا اللقاء، حيث أنه الأمور يعني ربما راهي في التاريخ، ربما كانت ظروف اللي مرينا بها السنة الفارطة ربما عطلت بعض الإجراءات، لكن احنا مرتاحين جدا لمخرجات هذا اللقاء والتي ستكون إن شاء الله إن شاء الله في الخير على الجزائر عموما وعلى فئة ذوي الإعاقة خصوصا إن شاء الله. لقد حظينا اليوم باستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية، وقد عبرنا عنه عن يعني سعادتنا بإسداء أولا وسام الاستحقاق بمرتبة عاشر للسيدة المغفور لها المرحومة السيدة بركة عائشة طيب الله وثراه، وكذا منح جمعية قراء صفة النفع العمومي. وعبرنا أيضا عنه عن السيد الرئيس على المكانة والدور للمجتمع المدني خاصة في دستور استفتاء دستور أول نوفمبر 2020 الذي كرس المكانة ودورها، وخاصة في إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي كان لبنة ونوعية أولى في دساتير الدولة الجزائرية. وأيضا عبرنا للسيد الرئيس على الانشغالات الجمعية خاصة ضرورة يعني مراجعة أو تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذا الاهتمام بمعلم محو الأمية من أجل مرافقة ويعني مرافقة التحولات والتحولات الإقليمية والدولية، خاصة في الهدف الرابع من التنمية المستدامة اللي تأكد على مبدأ حق التعليم للجميع، وكذا إعطاء مفهوم جديد لمحو الأمية من محو الأمية الأبجدية إلى محو الأمية
الحكومية الثقافية والرقمية. وأيضا يعني شرحنا للسيد الرئيس على أننا جمعية تقرى تلتزم لكي تواصل يعني محاربة محو الأمية بكل أنواعها من أجل الوصول إلى يعني الديمقراطية التشاركية مع المجتمع بأسره، من أجل تسييرها الذاتي والمحلي، من أجل الوصول إلى يعني مجتمع وحكامة جيدة، ومن أجل الوصول أيضا إلى جزائر بلا أمية، جزائر جديدة بلا أمية. في الحياة البرلمانية، عقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل وحضرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، خصصت لطرح أسئلة شفوية على وزراء قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الداخلية والجماعات المحلية والمالية. حيث استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب استبعد العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى أبدا عن المتقاعدين. هذا وكشف وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود عن معالجة ما يربو عن 99% من مجموع الملفات الخاصة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني. من جهته كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن تسجيل 1600 شكوى من متعاملين واستعملت سجلاتهم التجارية من قبل مجهولين خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا مواصلة الجهود للتصدي للظاهرة. وفي ختام الجلسة، ثمن رئيس مجلس الأمة قرارات الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن برئاسة السيد رئيس الجمهورية، داعيا إلى التعبئة والتجنيد تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الاحترام التام لأبجديات الديمقراطية وحرية التعبير. هذه يومين كان اجتماع انعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية للأمن، ومن خلال البيان الذي صدر من خلال هذا الاجتماع نفهم كلنا باللي رانا في مرحلة اللي لازم تتطلب اليقظة، تتطلب الوحدة، وتتطلب يعني المواطنة الحقيقية، لأن الجزائر مقصودة وفيه هجومات من عدة مواقع. كما قلت في البيان الأخير للمكتب المجلس، نحن رانا في حرب إعلامي، رانا في حرب اقتصادي. هذه الأشياء هذه كل تمس بالمسار تاع الجزائر، واليقظة مطلوب. استقبل سيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول فرانسوا لوكونتر رئيس أركان الجيش الجيوش الفرنسية، حيث تبادلا الطرفان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. سكينة محمود عليان. استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول فرانسوا لوكوانتر رئيس أركان الجيوش الفرنسية. المحادثات التي توسعت إلى وفدي البلدين حضرها كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الفرنسي، حيث أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. إن الجزائر تعتبر استقرار وأمن جيرانها
مرتبطان مباشرة بأمنها، لذا فإنها تبذل جهودا جبارة من خلال تكييف تشكيلاتنا العسكرية على كامل حدودنا بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسط. لهذا الغرض ووعيا منها بحجم الخطر الذي يمثله الإرهاب على الأمن والاستقرار الإقليمين، لم تتخلف الجزائر عن القيام بمبادرات وتقديم الدعم لجيرانها من أجل تنسيق الجهود على أساس نظرة مشتركة من خلال مبادرات لجنة الأركان العملياتية المشتركة سيموك. السيد الفريق اغتنم زيارة الوفد العسكري الفرنسي للجزائر للتطرق إلى إشكالية إعادة تأهيل موقعي رجان وإنكر، موقعي التجارب النووية الفرنسية القديمة. بودي كذلك أن أتطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري الفرنسي حول مواقع التجارب النووية القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية، حيث أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزعم عقده خلال شهر ماي 2021 بهدف التكفل النهائي بعملية إعادة تأهيل موقع رجان وإنكرة، وكذا مسانداتكم في هذا الإطار بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة كيماوية غير المكتشفة لحد الآن. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها الفريق أول فرانسوا لوكوانتر على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. وفي ختام اللقاء تبادل الوفد العسكري الفرنسي بوضع باقة ورد بمقام الشهيد. في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي سنة 2020-2021، أشرف اللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية على تنفيذ تمرين جوي تكتيكي تنسيقي بعنوان الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو يوم 6 أفريل الجاري على مستوى الميدان المركزي للطيران الشهيد مقواس بالقاسم بحسب بحبح بالناحية العسكرية الأولى. كريم الأشمط والتفاصيل. جاهزية قتالية وتحضير تكتيكي جسده الميدان المركزي للطيران الشهيد مقواس بالقاسم بحاسي بحبح الناحية العسكرية الأولى، حيث تابع اللواء قائد القوات الجوية محمود العرابة تمرينا جويا شاركت فيه مختلف أنواع الطائرات والحوامات، تتقدمها طائرات الاستطلاع، لتليها الطائرات المقاتلة في تنفيذ لرمايات حقيقية على أهداف جوية وأخرى برية عنوانها الضربة الوقائية في عمق إقليم العدو.
قائد القوات الجوية تابع أيضا عبر تقنية البث المباشر مختلف الأعمال القتالية التي تمت على مستوى ميادين الرمي بكل من المشرية، رجان وتمن راست، حيث دمرت كل الأهداف بدقة عالية. تترجم التحكم العالي في استعمال أنظمة الأسلحة والتكنولوجيات الحديثة. التمرين شهد عملية إبرار مفرزة من المغاوير المقاتلين بواسطة المروحيات تحت تغطية جوية للطائرات المقاتلة. شاركت في هذا التمرين حوامة مختصة في البحث والإنقاذ لضمان عملية البحث والإغاثة الحربية كتدابير احتياطية بالتنسيق مع مصالح الصحة للتدخل في أي طارئ. لتختتم المرحلة النهارية من التمرين بتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً. التمرين تواصل أيضا في المرحلة الليلية، حيث نفذت الطائرات المقاتلة مهامها بكل احترافية في إصابة للأهداف بدقة عالية تعكس حنكة أفراد جيشنا الوطني. تمكنت المصالح الأمنية المشتركة بالقطاع العسكري بتيبازا وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات في أواخر شهر مارس الماضي من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط عبر العديد من ولايات الوطن، حيث تم توقيف 22 عنصرا لحد الآن كانوا يقومون باعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص. التحقيقات الأولية وحسب تصريحات بعض الموقوفين بيّنت أن الجماعات الإرهابية والتي تنضوي تحت جماعة الهجرة والتكفير تقوم باستغلال واستدراج أفراد تلك العصابات وتوجيههم للقيام بعمليات سطو واعتداء بهدف الحصول على الأموال لتمويل اشتراء الأسلحة والتجنيد لفائدة بقايا شرذمي الإرهابية. بن سالم كارم، أخ الموقف بن سالم جمال، حيث مصالح الأمن كنت تحوس على أخي من سنة 2013 اللي كان يسرق باستعمال الأسلحة، ودخل الحبس فيما مضى، دخل الحبس في عمره 19 سنة، عقب 12 سنة في الحبس بشوية، ومن بعد موراها خرج واحد صاحبه واسمه الحاج علي عمر، ولانا سبنا زوج بختي، من ثماك بدات المشاكل، من سنة 2013 بدات المشاكل هذه. راح سرقوا الحضنة، زادوا تدروا سرقوا واحد البيجوتري، وكان يقول لي عليك عنده صاحب هذا خالد بو خضرة، واحد اسمه حمودة بن خضرة خالد، زيد 65 28 جونفي، ساكن بمزرعة صفراني محمد، بلدي تحت بلدي تيبازا، كنت بعد الهجرة والتكفير الاخر مصطفى المدعو مصطفى، والاسم تاعو بن سالم جمال. هو اللي بعلي لي أنا كابوس فيها أقصب 5 ملايين و500 و10 كراتيش، وبعد حمودة كمثلي كابوس و10 كراتيش. عقيدة الجماعة الجزء والتكبير شو يكفروا الناس ويكفروا الدولة ويدوا الأمة على الناس. خالد قرشين مقاول، نسيب خالد بن خضرة المدعو من الشرقي، طلع وليده عنده 11 سنة، وليده تخلي تقتق حلت المرة واشن، قال قولي لعمي خالي حل الباب، عندي أريا من هي الباب واحد ديري بك شروع الغابة، كي حليت الباب يا خالد دار واحد دخل، أدخل الصالون عندي طابلة عند الصالون هاك متر قعدنا، قال لي بسحق 500 ولا 600 مليون، قلت له ما خلصناش، أنا كنت خالص درهم في الكونت، كانت عندي بالك عندي 8 مليون هكذا كانت في الكونت، قلت له ما عنديش. بعد ما كنت مهارب رحت لخالد، رحت للدار وخالد قرشي، قلت له الدراهم تاعي شو هو شو تقلق شو كي خرج لي، قلت له ما جيت رايح مول ليلي، قال لي روح واش خاصك، قلت له دراهمي، قال لي بدينا الفاتورة مازال ما وجدتوش، قال لي مازال ما خلصونيش، قلت له خلاص رحت وخليته، قلت له هي كذا مده
بحسبتها 500 مليون. أنا بنت توتم محمد من مواليد 1984، ساكن مزرعة صفاني محمد بحطاطبة دائرة تقليعة ولاية بازا. المهنة تاعي بناء في بداية حياتي. تعرضت بخالد بالخضرة خالد اللي كان يخدم مقاول، وهو جاري ولا يستدرج فيا يحكي لي في أمور الدين. قال لي يا ودي الدين ماشي هكا، قال لي الدين الدولة هذه دولة ظالمة، وقوانين هذو قوانين باطلة، والديمقراطية كفر. أبقى يبين لي فيشي أمور تاع الدين، وذا لي عباد عندهم دين، وذا ولي شي صوالح. تعرفت بهذا بسالم جمال اللي مزور كواغط، انتي علاوية على كل حال، جاب بصفة اسمه مصطفى. أبقى بيناتنا اتصال، ولا عيط لي يجي ليا بشوية بشوية، ولا يتبين ولا يبين لي ولا يقول لي غانمة وما يشبه وحلل السرقة وحلل لي مال العام. بعد تخلي في سلاح وتخلي في، على كل حال خالد هو اللي ولا لي سلاح، قال لي ها وسلاح خفيف ويتخبى. قلت انا نورمال شريت واحد من عنده، رحت المصطبة قلت له يا ابني مصطبة انا ثندي واحد، وحنا انا وياه قلت له ثندي واحد. قال لي ايه ماشي مشكل، قال لي 5 ملايين شريت عليه واحد، وكان فت معه سلاح. ندمت اللي فت السلاح، وندمت اللي انضميت ليه، خسر لي حياتي، وكنت مورط ورطة كبيرة. تجدر الإشارة إلى أن العملية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المجرمين المتهمين بجناية الانخراط والمشاركة في المجموعات والتنظيمات التي تقوم بأعمال تخريبية وإرهابية تستهدف أمن الدولة. أشرف اليوم وزير العدل حفيظ الأختام بالقاسم زغمضي بمقر وزارة العدل على مراسم تنصيب لجنتين مكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء برئاسة محمد العموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا، ولجنة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة عبد العزيز نوري رئيس غرفة بمجلس الدولة. زغمضي أكد أنه لم يسبق أن حظي القضاء في الجزائر بمثل هذه العناية بما يقتضيه الدستور في صياغته الجديدة. لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور في صياغته الجديدة. وفي ذلك فإن السيد رئيس الجمهورية قد وفى بأحد أهم التزاماته بتكريس عدالة مستقلة، وقد نبع حرصه على ذلك من صوت الشعب الجزائري الذي صرخ عاليا بصوته الجهور مناديا بعدالة مستقلة لا تطبق إلا القانون وكل القانون. إنه صوت الحراك الأصيل المبارك الذي طالب بدولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد. الأحكام الجديدة في الدستور يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما، وتكرس فيهما تكريسا كاملا غير منقوص، مؤكدا لكم أن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على الاستجابة لتطلعات الشعب. نشط اليوم النائب العام بمجلس قضاء الجزائر مراد سيد أحمد ندوة صحفية بخصوص التطورات التداعيات، نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يدعي تعرض قاصر لسوء المعاملة على مستوى أحد مقار الأمن أمن العاصمة، حيث أكد أن التحريات تمكنت من الوقوع على أفعال لا تقل خطورة تتعلق بتدخل جهات أجنبية وجمعية رشاد بالتمويل والتخطيط. تمكنت التحريات من الوقوف على وقائع لا تقل خطورة عن الأولى وربما تفوقها خطورة، لسبب وحيد أنها تتعلق بوجود بين هذه المجموعة وأناس وكيانات أخرى
مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير والتخطيط وكذا التمويل. فالتحريات تمكنت من رفع دلالات قوية توحي بعلاقات المدعو رياحي بأحد مكوني أو منظمي جمعية الدفاع المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر لادمير، وهو من أحد الجيران لهذا الشخص بمنطقة عين تيموشنت والناشط ضمن هذه الجمعية، تمويلات مشبوهة بين مختلف أطراف هذه العصابة، وأيضا اتصالات دعائية بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد عزوز بوخرس أمين عبد الله محمد وربيعي سفيان وأحمد إسماعيل، كلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة. والتحريات تمكنت من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف، والتي توجد دلائل على أنهم دبروا لهذه الوقائع، وباعتبار أن لهذه الوقائع يعني تكييف قانوني آخر، فتم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في هذه القضية الثانية على أساس جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، وكذا جنحة تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين لتنفيذ الخطة المدبرة داخل وخارج الوطن. هذه هي خلاصة جميع هذه التحريات، هذه القضايا مطروحة على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، والتي لا زال حاليا ينظر فيها ويتحرى فيها. في ذاكرة تاريخية احتضن اليوم احتضنة القرية الأثرية صدوق أوفلا بولاية بجاية الاحتفالات بذكرى 50 بعد 100 لاندلاع ثورة الشيخ الحداد، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عصام الأخضر إلى جانب مشايخ وأساتذة، يقول هشام سعدودي. قرية صدوق أوفلا بأعالي بجاية قبلة للسياحة الدينية وأهم حصون المرجعية الدينية بعلمائها ومجاهديها. كل عام لازم الناس تجي من الجي وتجي من كاع الولايات تاع الجزائر باش تعرف التاريخ الحقيقي تاع الشعب الجزائري تاعها، تاع الناس اللي ناضلوا باش اليوم الحمد لله قاعدين الموزولي كيما هذا، صافي تالمون بليزير او جون ا تو لي توريست. اليوم يقف أبناء المنطقة لاستذكار مآثر قائد الثورة الشعبية وشيخ الطريقة الرحمانية الشيخ الحداد في الذكرى 50 بعد 100 لإعلان الثورة على الاستعمار رفقة ضيوف القرية الأثرية. باسم السيد رئيس الجمهورية أزف التحية العطرة المرفوقة بالترحم والرضوان على الشيخ بالحداد رحمة الله عليك أيها الشيخ يوم ولدت، ورحمة الله عليك يوم تعلمت القرآن، ورحمة الله عليك يوم بنيت المسجد للصبيان، ورحمة الله عليك يوم آويت الفقراء والمساكين والأرامل وحليت ما وقع بينهم من الخصام. التحية والترحم عليك الشيخ بالحداد يوم أن وقفت وقفة الشموخ أطول من جبال بجاية لترمي العصا وتقول آن الأوان لأن نرمي فرنسا في البحر. كما تخللت المناسبة زيارة مسجد القرية العتيقة وضريح الشيخ المجاهد ومحاضرة معرفة ومخلدة لمآثر الزعيم المجاهد وأبناء بجاية أجمل الحواضر.
في قطاع التكوين المهني تأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لتأهيل العنصر البشري وتحضيره ليصبح فاعلا رئيسا في المشهد الاقتصادي خلال ملتقى حول نمط التكوين عن طريق التمهين، أشرفت على افتتاحه اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة وزيرة القطاع هيام بن فريحة ضيفة النشرة الرئيسة، وهذا بحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا طير ومتعاملين وفاعلين اقتصاديين. للتلفزيون فوزية تاج. تكوين الشباب الممتهن داخل المؤسسات الاقتصادية يكسبهم خبرة وتأهيل لولوج عالم الشغل. مؤسسة كونسيدير في خلال 3 سنوات اللي مضت كنا دمجنا على مستوى المؤسسة 1700 متمهن، ومن هذه 1700 متمهن تقريبا 500 اللي قعدوا في المؤسسة. ويعد التكوين المهني أداة فعالة في النمو الاقتصادي واستحداث الثروة في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي حاليا يشغل ما يقارب 1.5 مليون عامل، منها ما حوالي 60% في القطاع الخاص، وهذا ما يبرر احتياجه الكبير للتكوين، إذ تشير التقديرات المعبرة عنها من طرف مسيري المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة إلى أكثر من 40,000 منصب يوفر لها، التي يمكن لقطاع التكوين المهني أن يوفر لها برامج تكوين مناسبة على المدى القصير. كما يمكن لقطاع التكوين المهني لعب دور هام في جلب وتوطين والتحكم في بعض التكنولوجيات التي تحتاجها بعض القطاعات التي تكتسي طابعا استراتيجيا في التنمية الوطنية. جعل المؤسسات الاقتصادية شركة للتكوين المهني من شأنه أن يستجيب لحاجيات البلاد من التخصصات المهنية. للمزيد ضيفة النشرة الرئيسة كما أسلفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، تحية طيبة للمشاهد الكريم ولكم زملائي. شكرا. لقاء غير مسبوق اليوم، إذن هذا الملتقى الذي ضم القطاع وجمع القطاع بالشركاء الاقتصاديين سواء المؤسسات الخاصة أو العمومية لبلورة استراتيجية مشتركة، خصوصا إذا تعلق الأمر بنمط التكوين عن طريق التمهين كآلية ناجعة. نعم، في الحقيقة هذا اللقاء الهام جدا بالنسبة لقطاعنا، يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي يتابعه السيد رئيس الجمهورية ولذلك والحكومة ككل. لذلك شفنا حضور عدد من زملائي من أعضاء الحكومة والسيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان فيه عمل مشترك بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومختلف المؤسسات اقتصادية بحضور رؤساء مؤسسات اقتصادية وممثليهم، وكان الهدف هو وضع تصور مشترك لبحث إشكالية مهمة جدا في القطاع، وهي التمهين كآلية ناجعة وفعالة للشغل. وهذا التصور المشترك كان يعني مجهود يتطلب مجهود مشترك وعمل اتضح من خلال عدة توصيات خرج بها اللقاء، وكانت أعطتنا ورقة طريق ومخطط عمل واضح سنسعى بكل تأكيد لتجسيده من خلال يعني عدة آليات تخص قطاعنا وكذلك القطاعات الاقتصادية المختلفة. سيدتي، نمط التكوين عن طريق التمهين يضع المتربص في وضعية عمل حقيقية، ما هي التحفيزات التي يقدمها هذا النمط؟ في الحقيقة هذا النمط موجود ويعني متعامل به في المؤسسات الاقتصادية، ولكننا من خلال مجموعة من الأطر القانونية التي تم استحداثها تأكيدا للقانون الخاص بالتمهين. هذه الأطر القانونية مجموعة من المراسيم التنفيذية وعدة قرارات وزارية مشتركة وقرارات وزارية تم استحداثها خلال العام الماضي 2020 من أجل أن يجسد التمهين وفق
تحفيز كما تفضلتي لكل الأطراف المعنية به. أولا تحفيز المتمهن من خلال شبه راتب يدفع له، يعني تزداد قيمته مع تطور التكوين، وكذلك هناك منح جوائز تشجيعية لكل الأطراف المعنية بالتمهين، معلم التمهين، المؤسسة المستقبلة، وكذلك مؤسسة تكوينية. أيضا هناك منحة خاصة بمعلم التمهين، وهذه المنحة تساهم في تشجيع معلمي التمهين على تقديم تأطير عملي للمتمهن يستجيب لاحتياجات اليوم من خلال تقديم تكوين ذو جودة وفعال، ويسمح بطرح يعني باستجابة، أن يكون هذا المتمهن يستجيب لاحتياجات المؤسسة الاقتصادية الحديثة. الرسالة وصلت. شكرا جزيلا لك يا سيدة الوزيرة. طبعا هذا ما يعكس طبعا تجاوب خارطة التكوين والتعليم المهنيين لمتطلبات سوق العمل. شكرا جزيلا لك يا سيدة هيام بن فريحة وزيرة التعليم والتكوين المهنيين على تلبية دعوة التلفزيون الجزائري. شكرا جزيلا سيدتي. صحيح. نواصل نشرتنا. مشاريع تنموية مختلفة استفادت منها القرى والمداشر النائية بولاية عين تموشنت وقف على وتيرة أشغالها المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف مناطق الظل إبراهيم مراد، الذي أكد تكثيف الجهود لتوفير كافة ضروريات الحياة الكريمة للمواطن. نوال بن طوبة والتفاصيل. بدأت التنمية تشق طريقها بقرى ومداشر سيدي ورياش والهاصة عيل الأربعة وحمام بحجر بولاية عين تموشنت. هذا التغيير لمسه المواطن لكن يطمح إلى المزيد. في الساعة رانا الحمد ربي راه كاين تغيير، وخصنا الكوليج وخصنا الديسبونسير. قنطرة الحمد لله، في الطريق مازال ما كملتش، الطريق هاي حابسة هنا. كهرباء الحمد لله عدنا، كهرباء عدنا. المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد، ولدى وقوفه بالمشاريع المنجزة بهذه المناطق والتقرب من ساكنيها، أكد أن جهود الدولة متواصلة لتوفير جميع ضروريات الحياة الكريمة للمواطن. فيها ما يسمى بنقائص بالنسبة للتنمية، ديفيسيت بالنسبة للتنمية، الحمد لله متكفل بها وخصص لها الاعتمادات اللازمة. الدولة تواكب إذن هذه الحركية التنموية والحاجيات، وتحاول أن تلبي إذن هذه الطلبات على المواطنين بالمفهوم نتاع منطقة الظل. رانا بعيدين كل بعد، نقص في التنمية، هذا النقص راه متكفل به وستتغير الأوضاع عن قريب إن شاء الله. مشاريع تربوية وأخرى رياضية أنجزت بالمقاييس المطلوبة عبر هذه المناطق. نشرتنا مستمرة، نتوقف المنصغي لصوت الحق أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لعاصمة الجزائر وما جاورها من مدن. تقبل الله صلاة الجميع. نواصل نشرتنا. شكل موضوع الرياضيات في علوم الهندسة محور يوم دراسي أشرف على أشغاله بالمدرسة متعددة التقنيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، بحضور كل من وزير التربية الوطنية محمد وجعوط ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور وممثلين عن الأسرة الجامعية. بن زيان أكد بالمناسبة أن قطاعه يسعى إلى إعطاء الرياضيات أولوية كبيرة من استحداث هياكل وتحفيزات جديدة. اقتراح إحداث منحة تميز ضمن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالمبادئ العامة للتعليم العالي، إحداث مدرسة عليا في الذكاء الاصطناعي ومدرسة عليا في الرياضيات، يعتزم فتحهما أمام الطلبة بدءا من موسم الجامعي 2021-2022. من البليدة، دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو السيدات الماكثات بالبيت لإنشاء مشاريعهن والاستفادة من أريجات الدعم والمساعدة. من جهته أبدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ارتياحه لما وصل إليه القطاع من تقدم في مجال الرقمنة. عبد الرزاق رمضان. رشا انطلقت بخطوات ثابتة لتحقيق حلمها بمشروع أضحى واقعاً بفضل التخطيط الجيد ودعم من الدولة. عندي لي كرياسيون ديالي
والكثرة ندير الملابس الجاهزة للنساء. خدمنا ديجا ماتيريال ميديكال، خدمنا ماتيريال تاع لا كويزين تاع المطابخ، خدمنا تاني اكسسوار تاع لي فواتور. مثيلة رشا كثيرة، وهو ما وقفت عنده وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اللذان حثا المرأة الماكثة بالبيت على الاستفادة من مختلف آليات دعم الدولة، مع إلزامية التأمين لأصحاب المشاريع والانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي. وهنا تم إطلاق رقمنة عملية طلب ومنح التقاعد لتكون البليدة نموذجاً. في إطار تنفيذ هذا البرنامج القطاعي اطلقنا الحملة التحسيسية للانتساب للضمان الاجتماعي. شفتوا الشبابيك المتنقلة اللي تروح المناطق النائية، كذلك الحملة التحسيسية اللي تقوم بها وكالة القرض المصغر مع قطاع التكوين المهني والفلاحة والعمل. وأنا أشعر باطمئنان كبير أن العملية الكبرى اللي قمنا بها هي عصرنة ورقمنة القطاع، تمشي بخطى يعني قوية جداً. وكذلك قمنا اليوم بإعطاء الانطلاقة للشبابيك المتنقلة لتقديم الخدمات الضرورية ما تقدر بولاية البوليدة. لتختتم هذه الزيارة بتسليم مقررات ترسيم لشباب في إطار الإدماج المهني وصكوك قروض لأصحاب مشاريع استفادوا من دعم الدولة. أشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي على تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للسكن بباب الزوار بالعاصمة. تدشين المقر المزود بأحدث التقنيات حضره وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الأشغال العمومية والنقل كمال نصري، الذي وقف بعدها على مدى تقدم الأشغال بمشروع مركز الأعمال التجارية للخطوط الجوية الجزائرية، مشددا على احترام أجال التسليم. من وهران أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد لدى تفقده لعيادة التشخيصات الجديدة الخاصة بمرضى سرطان ومستشفى الحروق الكبرى، أكد اهتمام الدولة بالفئات المعوزة لتمكينها من الاستفادة من خدمات صحية عالية الجودة. عن كثب سيف الدين بن زردة. نعود للموضوع لاحقا. ضمن آخر ترتيبات الشهر الفضيل، أشرف اليوم وزير التجارة كمال رزيق بقصر المعارض على الافتتاح الرسمي للمعرض التجاري للبيع الترويجي والبيع بالتخفيض. المتابعة لنادي علمي. المنتجات المعروضة هنا بما فيها المواد الواسعة الاستهلاك في شهر رمضان تباع بلا وسيط بين المستهلك والمنتج، ما أثر على أسعارها، فنجدها بأسعار مدروسة ومخفضة، خطوة استباقية أقرتها وزارة التجارة لحماية المواطن ودعم قدرته الشرائية. مواطن بسيط الله يعني. ان شاء الله في رمضان راح يدير الصولد ان شاء الله لا بروموسيون ان شاء الله، نتمنى من التجار يخففوا ان شاء الله ان شاء الله. من خلال هذا البيع يعني بالصولد والتخفيض وغير ذلك راح نخلق يعني منافسة، وثاني سمحنا لكل شباب يقدر يمارس التجارة، يعني هذو لي زومبيلون يقدر يمارسوا بصحتهم، ونطلب منه بهذه المنافسة اللي حتكون بين شبابنا وبين التجار الأسعار تنخفض إن شاء الله. وزير التجارة كمال رزيق دعا الشباب إلى طلب السجل التجاري المتنقل لتمكينهم من ممارسة النشاط التجاري في مثل هذه الفضاءات، ويذكر أن أكثر من 3000 شاب تحصلوا على هذا السجل حسب الوزير. ودعما للتصدير خارج قطاع المحروقات وشرحا لمنظور الدبلوماسية الاقتصادية، عقدت بولاية توغورت ندوة مع الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين. سهيل بن دانيا والمزيد. اطلع المستشارون الاقتصاديون للدبلوماسية الجزائرية بولاية توغورت على نوعية المنتوج الذي يستجيب لمتطلبات الأسواق العالمية، فرصة عبر من خلالها المتعاملون الاقتصاديون عن بعض العراقيل التي تعيق عملية التصدير. المواد اللي قابلة للترك تجي من الجهة نتاعنا، من هذه من توغورت، لكن في لي زيشانج
ما عندناش الحق باش نستفادوا باللي لي برودوي دي تروك اللي يجيو من الدول المجاوره. لما يجي صادر امبورتاتور على الفرونتيير الحدود يجيب معاه الفلوس يعني الدولار ولا لورو في جيبه، يعني تقدروا ديروا تسهيلات تكون معنا لا دوان، تكون معنا لا دوان تحسب الصور، قال عندك 48 ولا 72 تحط الفلوس في لا بنك مقابل الفاتوره الفلانيه. وعده هيئات تطلب عده اوراق، وبالتالي اقترح انشاء شباك وحيد يضم كاع الهياكل والهيئات التي لها علاقه بالتصدير. كما ابدى المختصون في توجيه عمليه التصدير ان الدبلوماسيه الاقتصاديه تهتم بتذليل الصعوبات لتطوير التجاره الدوليه للمنتوج الجزائري. كل الاعوان الدبلوماسيين في الداخل والخارج ليكون في استماعكم مسانداتكم وخدمتكم في كل ما يساهم في وصولكم إلى الأسواق الخارجية وفي النهاية إلى ارتفاع صادراتكم خدمة للإنعاش الاقتصاد الوطني. وفي لقاء المنتجين والصناعيين مع ممثلي الدبلوماسية الاقتصادية شرح محتوى البوابة الإلكترونية التي وضعت خصيصا للتواصل بين المصدر وسفارات الجزائر في الخارج. إلى وهران، حيث أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد لدى تفقده لعيادة التشخيصات الجديدة الخاصة بمرضى السرطان ومستشفى الحروقية الكبرى، أكد اهتمام الدولة بالفئات المعوزة لتمكينها من الاستفادة من خدمات صحية عالية الجودة. سيف الدين بن زردة. ارتياح كبير أبداه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد لقطاعه بولاية وهران خلال الزيارة التي شهدت تدشين الأجنحة الاستشفائية بمستشفى حي النجمة وتفقد مشروع مستشفى الحروقية الكبرى الذي سيستلم قريبا. صراحة تفاجأت كثير بالشيء اللي شفته في وهران، القطاع العمومي بالخصوص مستشفى جاهز وذو نوعية عصرية ونوعية ومستوى عالي جدا جدا، لأن هذا يجعلنا عملنا قفزة في نوعية المستشفيات. ومن القطاع العام إلى الخاص، وقف بن بوزيد على عيادة التشخيصات الخاصة بمرض السرطان، صرح صحي مهم يعد الوحيد في الجهة الغربية للوطن. نورمالمون نداو حتى 120-130 مريض في النهار، للان رانا نداو 55-60 كانسيرو اللي نقولوا حنا ما ينجموش يجوا لهذه لا كلينيك لا خاطر اللي كيخلصوا، نطلبوا باش لا كناس تعاون هذا المرضى الضعيف اللي ما عندوش مدخول. نحاول نشوف حنا بالنسبه للضمان الاجتماعي كيف نعمل باش حتى بهما يقدروا يستفادوا من هذا العلاج الرفيع المستوى. المناسبة كانت أيضا فرصة للقاء إطارات القطاع والإصغاء إلى انشغالاتهم. وبمشاركة أزيد من 200 متعامل اقتصادي من الولايات الغربية وجنوب الغربية بتلمسان، أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات على فعاليات الملتقى الجهوي الهادف إلى رسم خريطة طريق قوامها تنشيط مناخ الاستثمار. محمد سلمي. هي عينة لمؤسسة مصغرة مختصة في الصناعة الصيدلانية بتلمسان، والتي أضحت من بين المؤسسات التي يعول عليها في تدعيم السوق المحلية. On est sur une production de à peu près 200 000 unités par an sur la dermocosmétique. On a 300 000 بناء جسور ثقة بين مؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين هي من بين النقاط التي ركز عليها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسة المصغرة نسيم ضيافات خلال إشرافه على هذا اللقاء. استراتيجيتنا اليوم بالدرجة الأولى هو إنشاء مليون مؤسسة مصغرة، هو تحدي كبير لكن ممكن نوصلوا له يعني بسهولة من خلال تعامل كل القطاعات الوزارية، لأنه كذلك تعاون مع أصحاب المؤسسات وممثليهم بالدرجة الأولى. الشاب صاحب المؤسسة سواء يعني باختلاف حجمها أنه يوضع ثقة في الدولة تاعو. على هامش هذا اللقاء كانت لنسيم ضيافات إطلالة على واقع الاستثمار بالولاية، داعيا جميع المتعاملين إلى بذل مجهودات إضافية لإنجاح مشاريعهم الاستثمارية.
جدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي اليوم بالعاصمة دعوته إلى جميع المواطنين لاحترام التدابير الصحية الوقائية من فيروس كورونا لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول الصيام والمرضى، جمع بتقنية التحاضر عن بعد أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى بأعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا ورؤساء المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية لعدد من الولايات. بالمهدي شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن المريض الذي لا يستطيع أن يشفى من مرضه الأمراض المزمنة والتي تؤثر سلبا على صحته فإنه مطالب شرعا أن يستفتي الفقيه أو يستفتي الطبيب ويستمع إلى نصيحته، لأن فتوى الفقيه مستندة أساسا على رأي الطبيب، والطبيب أيضا هو الذي يفتينا في هذا المسألة ونحن نتبعه ونعطي النصيحة الحقيقية للسادة الصائمين حتى يمر إن شاء الله رمضان آمن. إلى جديد الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 97 مريضا للشفاء. أوري أثر اليوم بمقبرة حسنوة ببلدية شراقة جثمان المجاهد والوزير الأسبق للتربية الوطنية محمد الشريف خروبي الذي وفته المنية أمس عن عمر نهز 87 عاما. على إثر المصاب الجلل يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، مشيدا بخصاله وإساماته في المسار التربوي بالجزائر. من بين الزائرين لمعرض الحرس الجمهوري في أيامه الإعلامية بن عامة، أفواج من التلاميذ أبدوا اهتمامهم الكبير بورشة الموسيقى للاطلاع عن قرب على الآلات الموسيقية المستعملة. مصطفى بن دهينة والمسيدة. تحية من فرسان عامة لفرسان الحرس الجمهوري، تحية تجمع بين أخلاق الفرسان وعراقة الموروث الحضاري الجزائري الذي تعبر عنه الفرقة النحاسية وطنيا ودوليا بأنغامها الحماسية ومقطوعاتها التراثية التي تمثل كل مناطق الجزائر. الأسرة التربوية بولاية عامة اغتنمت الفرصة وتواصلت مع ورشة الموسيقى للحرس الجمهوري. أردنا أن نوقف تلامذتنا على الموسيقى الوطنية لكي يأخذونها من مصدرهم، لأن الغاية في الحرس الجمهوري هو هذا الجانب. صراحة كان عندهم غموض من هذه الناحية، لكن بدأوا فكرة على كيفاش يخدموا بهذه الأدوات الموسيقية. هذه المدرسة الموسيقية للحرس الجمهوري واحدة من أرقى المدارس على المستوى الإفريقي، تستقبل كذلك الأشقاء من بعض دول الجوار في مجالات التكوين والتدريب. طرقنا إلى الفرقة الموسيقية مع كامل تلاميذ عندهم جو وطنية في الموسيقى الأناشيد الوطنية أكيد. وعقدنا العزمة إن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. حزبيا، دعا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد خلال إشرافه على افتتاح مكتب جديد للحزب ولاية تيارت، دعا إلى نبذ الخلافات الإيديولوجية بين مكونات الطبقة السياسية لبناء جزائر جديدة. من واجبنا أن نكون جدار كبير، جدار وطني تاع كل خيرين في هذه البلاد، وكل واحد مهما كان حزبه يميني يساري في كل تيارات لازم نتفقوا أنه هذه الجزائر ننقذوهم بعد ما ليش نصارعوا للمناصب، ولكن ما نصرعوش على مناصب بلادنا راح للواد. نقضوا بلادنا، نخليوا بلادنا في مأمن، ومعليش من بعد ندقوا على البرايس يا وكان بروبليم، وكل واحد من حقه انه يقول باللي نكون مسؤول في هذه البلاد. كيفية تنظيم احوالنا الاقتصاديه والسياسيه بطريقه اخرى، النوتر مود دو غوفرنونس، طريقه لتسير دوله جديده عصري. عقد اليوم حزب التجمع الوطني الجمهوري مؤتمره العادي الخامس بالعاصمة، حيث تمت إعادة تزكية عبد القادر مرباح على رأس الحزب، وبالمناسبة أعلن الحزب مشاركته في التشريعيات. حنا نحلوا المشاكل نتاع شعبنا، كل الجزائريين يفرحوا، يكون كل المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات باش ننحيوا الشيء اللي ما لازمش يكون، ونعطيوا السياسة
الجزائر الجديدة لأولادنا. فلنعتصم من أجل الجزائر إخواني أخواتي. تم تعيين الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير سفيان ميموني من قبل رئيس الجمعية العامة كمساهل في مسار دراسة سير منظومة المنسقين المقيمين. وسيؤدي السفير ميموني هذه المهمة إلى جانب نظيره الدنماركي مارتن بيل إيرمان حسب ما علم اليوم لدى البعثة بنيويورك. ويمثل اختيار ممثل الجزائر دليل ثقة واحترام تتمتع به الجزائر في محافل الأمم، وكذا المصداقية والريادة اللتين تتمتع بهما الدبلوماسية الجزائرية باعتبارها دبلوماسية إجماع وحوار وتعاون. أعلن قبل قليل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.6 على مقياس ريشتر على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة سور الغزلان بالبويرة. أسأل الله السلامة بحول الله. حطت بمخيمات اللاجئين الصحراويين طائرتان تابعتان للقوات الجوية محملتان ب70 طنا من التمر كهبة تضامنية مقدمة من قبل الهلال الأحمر الجزائري، والتي أقلعتا أمس من مطار بوفريك العسكري بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري تقليدا لقيم التضامن الإنسانية التي عكفت عليها الدولة الجزائرية. وفي مستجدات الوضع بالصحراء الغربية، أكدت رئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن القرار الأخير لمجلس السلم والأمن الإفريقي الرامي إلى وضع قضية الصحراء الغربية في سياقها الصحيح والمتمثل في تصفية الاستعمار قد دحض المناورات المغربية. إلى ذلك، نفذت وحدة جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت مواقع وتخندقات قوة الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي حسب البيان العسكري رقم 48/100 الصادر اليوم عن وزارة الدفاع الصحراوية. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل ممثلين عن جمعيات ذات منفعة عامة وجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية المستهلك ضمن المشاورات التي يجريها مع ممثلي المجتمع المدني. رئيس مجلس الأمة يثمن قرارات المجلس الأعلى للأمن ويؤكد على أهمية المرحلة القادمة في بناء الجزائر الجديدة داعيا إلى المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. الفريق سعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية ويؤكد أهمية التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رجان وينينكر وموقعي التجارب النووية الفرنسية. في عملية نوعية، المصالح الأمنية المشتركة للقطاع العسكري بتيبازا توقف 22 عنصرا قاموا باعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص. تكييف التمهيد مع متطلبات سوق العمل، رهان بحث ديناميكية اقتصادية قوامها الاستثمار في العنصر البشري. ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة كانت ضيفة نشرتنا الرئيسة. وتحسبا للشهر الفضيل، فضاءات للبيع لمجابهة احتكار السلع والمضاربة في الأسعار. ختام النشرة، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.